غزالة ديالي، وإن شاء الله غنشارك معكم الشرمولة اللي كدير السردين. إلا عجبكم الفيديو ما تساونيش من لي لايك. اختي طريقتي تحضير السردين، خليك معايا تبعي الطريق. عرفتي عندهم السردين طري غزال ديال الحسيم. شرمولة اختي غنقطع الربيع، ثومة، نعصر واحد الحامض. اختي انا عندي الحوض ضروري خص يكون فيه الحامض بزاف، الثومه مليحه، تحميره، الكمون، السودانيه، وحرك يا اختي مزيان. جيبي الحوت ديريه خليه يشرب شويه العطريه. انا هنا كاين اللي حيت له السنسول بحال هكا، كاين اللي خليته بحال هكا، لان انا كنبغي بحال هاد الطريقه نحيد ليه السنسول باش كيجي مقرمل. كنقليه غير على جهه وحده، وراجلي كيبغي بحال هكا. ايوا اختي الفشوش اش ندير؟ سمحوا لي على الصوت ديال الصفاره ديال الكوكوط، لانه فاش كنقولوا السردين كنقولوا العدس، فاش كنقولوا العدس كنقولوا السردين. ومن بعد ما شرملتو اختي كنخليه يشرب شويه العطريه، عاد كنقليه هو قد ما خليتيه يشرب الحامض راه كيجي بنين.